قد يتصور. تعال شويه يا حامد خلينا نسمع. في اغتصاب الاموال قاصر على اموال الافراد. دكتور هلالي دي كلامه حلو قوي. ان اموال طب اهو انت عارف يا محسن باشي اهو دكتور الهلالي دي من عندنا. الدكتور الهلالي من كفر اصاله اول كان للنبي عليه السلام والله من عندنا وابوها الله يرحمه كان راجل محترم ازهاري من بتوع زمان. لا وايه خيره على البلد كلها. يا سلام ده انا ما اكلت منه علا. هنيئا له يا رسول الله. لا ده ايه ده ليه بيت هنا في البلد بس مقفول اهي كل كام سنه كده يجي الدكتور الهلالي يفتحه ويشوف عليه. بسم الله ما شاء الله راجل طيب صحيح يتحط على الجرح يبرد. ده اخر مره جه هنا الناس دي كلها كانت ملمومه كده عليه زي النمل. تعرفين ان في ناس بيصرفوا ملايين على الدعايه الانتخابيه؟ تعرفين المليون ده قد ايه؟ رقم واحد جنبيه ست صفار ارنب. في ناس يصرفوا قفص ارانب. طب هيجيبوه منين؟ وازاي؟ طب ما هو كمان ما تقنعونيش ان كل اللي مرشحين نفسهم لمجلس الشعب واعين في غرام العمل العام والخدمه العامه والعطاء للجماهير بلا مقابل. هنقول نسبه منهم كده واللي هيزعل من كلامي يعتبر نفسه من النسبه دي. الباقيين بقى هيجيبوا الفلوس دي منين وازاي؟ سؤال في منتهى البراءه. المصيبه الاكبر لا يكون ناويين يرجعوه من المال العام. شوفوا بقى الاستاذ خالد محمد خالد قايل ايه في كتابه انسانيات محمد عليه الصلاه والسلام. ذات يوم رجع الى المدينه احد الولاه وذهب ليقدم للنبي الاموال التي جمعها من الزكاه. قدم بعضها وقال هذا لكم واحتجز بعضها الاخر وقال هذا اهدي الي. وفي التو والناس مجتمعون في مسجد رسول الله نهض الرسول وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي. أفلا جلس في بيت أبيه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة. شفتوا يعني حكاية الهدايا والكلام ما هي إلا سرقات متنكرة في ثياب هدايا. في بقى موضوع الحقيقة هو سؤال قاعد يزن على دماغي من اول ما بديت الحلقه وقاعد اجله مش عايز اقوله بس انا هقوله. ورزقي ورزقكم على الله. السؤال هو هل من حق الوزراء ترشيح نفسهم عشان يبقوا اعضاء في مجلس الشعب؟ انا طبعا مش عبيط انا فاهم كويس قوي الوزير ده ما هو الا مواطن مصري في المقام الاول له كل الحقوق اللي بياخدها المواطن المصري منها ان يرشح نفسه في انتخابات مجلس الشعب. لكن اذا كان عضو مجلس الشعب من اساسيات عمله انه يسائل ويستجوب الوزراء عن ادائهم الوزاري يبقى ازاي؟ تيجي ازاي يبقى السائل والمسؤول؟ هو سؤال نتمنى ان احنا نلاقي له اجابه عند المتخصصين في القانون. ومعلش يعذروا جهلي وغبائي. وصدقوني أوقات الأسئلة الغبية جدا دي ينتج عنها إجابات ذكية جدا ومفيدة جدا جدا جدا.